السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الكورونا، وده فيروس ظهر في الصين وانتشر في العالم كله. وإيه ده احنا بنتكلم عليه؟ احنا المفروض بنتكلم على البن وإدارة المشاريع، وانت جاي تتكلم على الكورونا. ايه العلاقة بين الحاجات دي؟ طيب، بداية ايه مشكلة الكورونا؟ مشكلة الكورونا هي عدم توافر المعلومات، ما عندناش معلومات، كل شوية تطلع معلومات ونقتنع بيها وخلاص هي دي المعلومة الصحيحة، ويطلع أبحاث أخرى تؤكد إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، لدرجة إن هم فضلوا فترة طويلة جدا يعالجوا الفيروس إن هو ده بيأثر على الجهاز التنفسي. بعد كده طلعت الأبحاث بعد كام شهر تقول لك لا، ده مش الجهاز التنفسي، ده الدم اللي بين الأكسجين. وبعد كده يقول لك ده درجة الحرارة، أول ما يجي الصيف الفيروس هيموت. وبعد كده قال لك لا، ما لوش علاقة. فمشكلة الفيروس ده في عدم توافر معلومات، إن هو أول مرة يجي، ما عندناش معلومات كافية، ما فيش أبحاث اتعملت عليه، ما فيش معرفة بيه. إنما بعد فترة لما يبقى عندنا معلومات كافية فيه، فهيبقى زيه زي الإنفلونزا إن شاء الله. وفي فيروسات كتيرة جدا كانت موجودة زمان وكانت خطورتها أكبر من كده بكتير، بس لما عرفناها واصبح عندنا معلومات عنها اصبحت لا شيء. زي في الانفلونزا دي قضت على ملايين الناس قبل كده، زي الجدري ما بقاش موجود، في امراض كتيره جدا كانت خطيره جدا لان ما عندناش معلومات. لما بقى اصبح عندنا معلومات قدرنا نسيطر عليها، قدرنا نتحكم فيها، قدرنا نديرها. تمام، هي دي الفكره، ان انا عشان ادير حاجه لازم يكون عندي معلومات. انا لو عندي معلومات اقدر اربط المعلومات، اقدر اربط كل حاجه ببعض، واقدر اعرف ايه اللي انا المفروض اركز عليه. على سبيل المثال، اللي كان في مرض الملاريا وكان منتشر، وكان اقتناع ان انت تلمس حد او تمسك اثر حاجه بتاعت حد يعني عنده ملاريا تنقل لك الملاريا. وفي الاخر لما بداوا يشوفوا الخرايط بتاعت الملاريا والخرايط بتاعت الناموس اعزكم الله، ففوجئوا انهم اتطبق. فقالوا يبقى في كده في احتمال كبير ان الناموس هو اللي بينقل الفيروس، وعملوا تجارب واثبتوا الموضوع ده عمليا. والراجل اثبت ده عمليا بعد ما عملها على تجربه من الجنود، جاب شويه ناموس وحقن نفسه بيه وكان هيموت فيها. الفكره كلها ان احنا لو عندنا المعلومات هنقدر ندير، لو ما عندناش معلومات صدقني مش هنقدر نسيطر على اي مشروع حتى لو كان صغير. تمام، فانت تلاقي ان جوهر إدارة المشاريع هي إن أنا يبقى عندي داتا. لو أنا عارف مثلا إن الحاجة دي هتيجي إمتى، فهشوف مثلا هتخزن ولا لأ. لو أنا عارف إن العميل عايز كذا، فأنا لازم أكون عندي معرفة بالعميل عايز إيه، الإمكانيات المتاحة ليا، إيه اللي مطلوب مني بالظبط، وهكذا. طيب، واحد يقول لي الكلام ده غير منطقي أو غير عملي. ليه؟ الصورة اللي أنت حاططها أهو، الأهرامات اتبنت وما كانش فيه إدارة للمشاريع، فالإدارة المشاريع مش قادرة تعمل حاجة زي كده. طيب، خلينا واحدة واحدة. أولا كان في نوع من إدارة المشاريع يمكن ما سميتش، لم تسمى إدارة المشاريع إلا في العصر الحالي، واتخذت أصبح في بي إم بي، وأصبح في بي إم أي، وأصبح في لين مانجمنت، وأصبح في بروجكت كنترول، أصبح في مسميات، بس هي كانت موجودة. يعني في حاجات كتيرة جدا من قديم الأزل بس لم تؤخذ الأسامي إلا الكلام دي. يعني سيب المثال، البيوت اللي بتبنى صديقه للبيئه اصبح دلوقتي ليها اسامي كتيره، جرين بيلدينج وسستينابيلتي، وخدت الليد ولا لا، كل الحاجات ديت. بس اللي حتى اللي موجود دلوقتي مش بنفس الجوده بتاعت زمان، بس هي الفكره في كلها في المسميات. تمام، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني مش مهم الاسم ايه، المهم الحاجه اللي بتعمل. تاني نقطه، المشاريع القوميه كبيره جدا، زي مشروع القلعه، زي مشروع السد العالي، زي مشروع الهرم، زي المشروع العملاقة ديت ما كانش فيه قيود. يعني ايه؟ ما كانش فيه ميزانية محطوطة ولازم تلتزم بيها، او وقت محدد ولازم تلتزم فيه. فلما اجي بقى على الراجل اللي بنى ده واقول له لا انت هتبنيها في كام سنة، يقول لي في 15 سنة، اقول له لا هما 5 سنين بس. ما هو مش هيقدر، ما هو كده بقى فيه قيود. طب خلاص زود لي الميزانية. تمام، فاصبح فيه قيود موجودة الان. دلوقتي لما تيجي حد يفكر يعمل مشروع هيكلف كام؟ اعمل لي دراسه جدوى الاول وشوف. مفيش مشروع بيتعمل من غير دراسه جدوى، فلازم يكون في دراسه جدوى عشان المشروع يتعمل. تمام، فهي الفكره كلها في القيود. يعني المشاريع بتاعت زمان
ممكن المشروع بقى ايه يقول له ايه مع خزينه الدوله واعمل فيها زي ما انت عايز. تمام. عبد الملك بن مروان لما جه يبني المسجد الاقصى تمام، فقال للرجاء بن حيوة وواحد كمان ابنه الحاجه وخزينه المسلمين مفتوحه معاكم زي ما انتوا عايزين، لدرجه ان في الاخر اتبقى لهم ده كتير فقال لهم وزعوا عليكم انتوا الاثنين بالنص، فقال لهم لا يعني احنا عايزين نحطه تبرع كله في المسجد الاقصى. فالفكره كلها القيود، احنا دلوقتي في قيود في الوقت، في قيود في التكلفه، في قيود في العماله. زمان مثلا المشاريع ديت كانت الناس بتاعت الدوله كلها بتشتغل فيها، بالذات في الفتره اللي بيكون فيها فيضان او المايه قليله، فبيشتغلوا فيها بحيث انها تكون تكلفه قليله. طبعا هيرودوت قال تخاريف كتير في موضوع بناء الاهرامات ما نرجع بيه. طيب البيم بقى فادنا في ايه؟ دلوقتي احنا لما كنا بنعمل مشروع قومي زي الاهرامات كنا بنعمل حاجه زي البيم بس مكلفه، يعني بنعمل موديل ممكن يكون حجمه ربع حجم الهرم، تلت حجم الهرم، بس تكلفته كبيره. تمام؟ فدي كانت حاجه اساسيه لان المشروع قومي وهفتتحه الرئيس فما ينفعش ان هو يحصل فيه مشاكل. فالبيم افادنا بان احنا وفر علينا او ادينا معلومات، وفر لنا معلومات ان احنا نقدر نتخذ من خلالها القرار. كان المشاريع من غير البيم بناء على الخبره، انت اشتغلت مشروع قريب منه وهكذا. دلوقتي لا، اصبح عندك المعلومات المناسبه للمشروع ده وكانك عملت المشروع ده اكتر من مره، فبقى عارف من اماكن الكلاشات من خلال البيم، بقيت عارف التكلفه بالظبط من خلال البيم من اول مرحله من مراحل المشروع. طبعا دلوقتي بقى في انواع كثيره جدا من اداره المشاريع زي اللين مانجمنت والاجايل مانجمنت، ودول هدفهم الاساسي تقليل التكلفه، بدل ما المشروع هيكلف مليون انا اوفر لك 200,000 فيكلف 800,000. فدي طبعا حاجه ناس كثيره مهتمه بيها، واصبح في مشاريع كثيره جدا بتطرح في الوقت الحالي يقول لك انا اشترط عليه على الشخص او الشركه او الجهه اللي هتقول انا هعمل المشروع دوت انها يكون عندها بيم ويكون عندها لين مانجمنت او اجايل مانجمنت على اساس ان احنا عايزين نوفر التكلفه. فدي فكره البيم اند بروجكت كنترول. فانت تلاحظ حاجه اساسيه اللي هي ان بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ان انا بقى عندي كلمه بيم دي فيها البيلدينج ان احنا هنبني مباني، ومعلومات لازم يبقى عندنا معلومات عشان نقدر نتحكم في المشروع عشان نعرف ناخد القرار، وعندنا كلمه مانجمنت اللي هي اداره المشاريع. تمام. طيب انا نسيت اعرفكم نفسي، انا اسمي عمر سليم مؤسس بيم اريبيا، وان شاء الله نتبادل المعلومات ونستفاد من بعض ان شاء الله، والله اسال ان يجعلها كثيره المعاني قليله المباني، وان يجعلها صنعه من حبه لما تطب، وان شاء الله تكون حاجه سهله ولذيذه. زي ما انت شايف الصوره ديت، ده كان مشروع من المشاريع القوميه اللي هو سكيورت فود، ده مشروع كان معمول في قطر على اساس تخزين البضاعه وتخزين الحاجات اللي ممكن الدوله تحتاجها سنة كاملة. ده كان نتيجة لموضوع المشاكل اللي حصلت، نسأل الله ان ما يبقاش فيه اي مشاكل بين اي دول والامور تتحل باذن الله كلها، يعني ان شاء الله كل الامور تتحل. فكان من ضمن الحاجات اللي احنا كنا عاملينها ان الناس تلبس النظارة دي فيرتشوال رياليتي ويبدأ يشوف كل حاجة جوه المبنى. طب دي لازمتها ايه؟ في اغلب المشاريع المالك بيقعد يتكلم ويوصف وهو في دماغه حاجة، والمعمار في دماغه حاجة تانية، وبتاع التكلفه في دماغه حاجه ثالثه، وسستينابيلتي كل واحد مش قادر يوصل لصوره. ففي اخر المشروع يقول لك لا مش هو ده اللي انا عايزه، لا 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 غير لي، لا انا ما كنتش عايز اتحمس في كده، لا 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 مش هو ده اللي انا. ويحصل بعد ما بتخلص تفاجئ ان هو بيقول لك لا ضم لي الغرفتين دول على بعض، طب ما دي تكلفه. فلما بيشوفها بالنظاره كانها اتبنى قدامه، فبيقول لي الملحوظات دي واحنا لسه بنصمم، فمفيش حاجه بقت موجوده في الموقع. التكلفه كلها تكلفه التعديل لما تكون في اول المشروع بتبقى بسيطه، في خلال المشروع خلاص احنا جبنا الماتيريال وحطينا الماتيريال وجبناها المصنع، هنرجعها ولا هنرميها ولا، فتبقى تكلفه جامده جدا. فدي من ضمن التكنولوجيات اللي هي الفيرتشوال رياليتي، ما كانتش موجوده او ما كانتش هتدخل مجال المقاولات الا من خلال البيم. فالبيم افادني في حاجه زي كده. طيب ليه احنا البيم اصبح مهم جدا؟ زي ما انت شايف ان اصبح دلوقتي الناس بتتحدى، وكل واحد بيبني مبنى اكبر من التاني، وكل واحد بيبني مبنى يونيك ما اتعملش قبل كده، ومش لازم يكون اطول بس ممكن يكون له شكل مختلف، ليه حاجه فيها تحدي انشائي.
فاحنا ممكن نعمل مبنى وبعد يومين يقع، ممكن نروح قبل ما يخلص يقع، وحصل كتير. فكنا عشان يعمل يتاكد ان المبنى ده مش هيقع بيضطر يجيب اجهزه غاليه جدا ويعمل محاكاه ويعمل مبنى صغير ويحاول يعرضه لاقصى درجه من الحراره. دلوقتي كل الحاجات دي ممكن نعملها من خلال البيم ونتاكد من الامكانيه ان المبنى ده يتعمل يعني كلمه يخلد، يعني يعيش فتره طويله. طبعا الخلود نسبي، فمثلا لو عاش مثلا 30 40 سنه ممكن نقول ده عدى. تمام. في طبعا لو نزلت شارع المعز هتلاقي حاجات من مئات السنين. طيب، من ضمن الحاجات برضه المهمة في موضوع البيم وموضوع إدارة المشاريع إن الميزانية عندك محدودة، عندك الديدلاين، عندك موضوع الكولابريشن بيبقى في أماكن كتيرة جدا. طيب، لو احنا شفنا إن في انفورميشن اوفرلود أصبح في كمية كبيرة جدا من المعلومات اللي هي بنسميها بيج داتا، كمية ضخمة جدا جدا من المعلومات، وفي ريسك كبير. زي ما انت شايف مثلا ده مشروع موجود في الامارات، كميه التفاصيل اللي موجوده فيه رهيبه جدا. لو انت حاولت تاخد سيكشن 2 دي وتعمل مشروع كله 2 دي فشبه مستحيل. فاصبح موضوع ان انت تشتغل مشروع بالبيم اصبح امر شبه اجباري. في مشاريع فعلا لو انت حاولت تعملها بالاسلوب العادي او بالذاكره او بالفزلكه هتفشل. يعني ممكن تعمل بيتك مثلا من غير ما تجتهد، انما حاجه بالتفاصيل الرهيبه ديت وشكل مش 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 خط مستقيم او كده في انحناء. تمام. ده برضو مشروع من ضمن المشاريع القويه جدا ومعمول بالبيم، درجه تفاصيل رهيبه جدا. ما ينفعش حته حديد، ما ينفعش اي ستيل يتحط مكان في حته ثانيه، لازم كل واحده في مكانها. يعني دي مش مكان دي كل واحده تيجي في مكانها تركب مكانها، فكل الحاجات دي تتقطع في المصنع. فلازم تتعمل بدرجه تفاصيل ويكون معموله كويس جدا بحيث انها لما تصنع ما ينفعش تروح الموقع تتعدل فيها. بالاساليب العاديه كان لازم ما فيش قطعه تطلع مظبوطه 100% غلط. لما بنعمل الفابريكيشن او البري فابريكيشن دوت بالبيم بيطلع 100% صح. طيب، زي ما انت شايف التطور في صناعه المقاولات قليل جدا مقارنه بباقي الصناعات، بيبقى فيها تطور. التطور الوحيد الموجود حاليا اللي عمل نهضه هو البيم، هو قدر يطور فكره صناعه البناء وقدر ان هو يربط تكنولوجيا كتير جدا ما كانتش تتعمل. يعني طبعا 3D مش هتقدر تطبع غير لو عندك موديل مظبوط، موديل مظبوط يبقى بيم. حتى مثلا الليزر سكان بياخد الحاجات ويبدا يحولها لبيم، كل التكنولوجيات الموجوده من خلال البيم. طيب، دوره حياه المشروع من خلال فكره وبعد كده كونسبشوال ديزاين، بعد كده ديزاين كونستراكشن اوبريشن اند مانجمنت، اللي كان المعلومات كل مرحله منهم بتفقد. يعني من اثنين المرحلات دي بتلاقي معلومات كتيرة طارت او عندنا اكتر من مصدر المعلومات. دلوقتي اصبح عندي هو موديل واحد فيه كل المعلومات يعني اداره مشاريع. فلو انا واقف في مرحله الكونستراكشن دي وبعد كده جالي حاجات كتيرة ديتيل ديزاين، ممكن اقعد شهر عشان انظم واعرف ايه اخر لوح اللي المفروض اعتمد عليها واللوحه المعتمده، لا ده في لوحه قبليها وهكذا. لا، دلوقتي بقى عندي موديل واحد هو اللي اقدر اخد منه المعلومات واقدر اشتغل عليه. برضه موضوع الاوبريشن اند مانجمنت، دي شركه مستقله بتاخد الحاجات من الكونستراكشن، فبتلاقي تضارب كتير جدا، فعشان كده بيبدا يقعد شهرين ثلاثه اربعه عشان ينظم المعلومات. دلوقتي اصبح من خلال البيم في زرار بتدوس عليه بيطلع لك ملف الكوبي اللي نقدر نشتغل عليه بدون اي شيء خالص. تمام. طيب، احنا عمالين نقول بيم بيم بيم، فالبيم ليه تعريفات كتير جدا، كل واحد بيقول التعريف اللي هو عايزه. تكنولوجيا جديده في صناعه البناء، بنقدر نحط كل العناصر الفيزيائيه في قلب المبنى. لو انت دورت على كلمه البيم هي بيلدنج انفورميشن مانجمنت وليس موديلنج، تقدر تحط كل المعلومات المشروع بحيث كانك في مبنى حقيقي. فميزه البيم بقى ان انت كل عنصر هتعمل سيلكت عليه هيبدا يجيب لك المعلومات. طب لو انا عندي كده هتعمل سيلكت عليه، هيقول لك ده خط، هيقول لك ده قوس، هيقول لك ده موجود على اللاير كذا وخلاص على كده. انما هنا هيقول لك ده في انهي ليفل، كميه الكهرباء اللي فيها قد ايه، كميه الميه، كميه الهواء، الاير فلو، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تاخد قرار هتلاقيه. يعني في حاجه اسمها فاليو انجينير، احنا بنبدا نقيم
مبنى ونبدا نشوف مثلا ازاي نوفر التكلفه الحاجات دي كلها. لو انا ما عنديش المعلومات هوفر ايه؟ ما انا مش عارف اصلا ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملهوش. تمام. فزي ما انت شايف لا البيم اثبت جدارته حتى في بعض المشاريع، لان ان هو بيوفر كتير جدا في الوقت اثناء التصميم اثناء التنفيذ، بالذات في موضوعين اقوى حاجه فيهم، موضوع حل الكلاشات لانه في ثانيه بيقدر يقول لي الكلاشات موجوده فين. الحاجه الثانيه موضوع الاسكادوال، ان الحصر اصلا بيجي لي جاهز، هو اول ما بتعمل اي حاجه بيظهر معايا في الحصر. احنا عندنا بيلدينج انفورميشن موديلنج، واللي احنا عايزين نركز عليه ان بيلدينج مقصود بيها اثناء عمليه البناء، وحتى بعد ما المبنى ينتهي ويصبح مبنى قائم وناس قاعده فيه نقدر نستفاد منه من موضوع البيم. الحاجه الاخرى ان كلمه بيلدينج مقصود بيها المدن، مقصود بيها ده كده سمارت سيتي، مقصود بيها الطرق، مقصود بيها المطار نفسه، كل الحاجات المبنيه للانسان وبيقعد فيها بيسكن فيها بيتمشى فيها، كل ده موجود في البلد. زي مثلا دي مدينه هي كامله فيها كل المعلومات، طبعا الاستفادات لا حصر لها بس مش هنقدر نخش فيها بالتفصيل. تمام. الانفورميشن هي اهم حاجه، لو لازم يكون في معلومات. الام مقصود بها موديلنج او مانجمنت، ان انا ادير المعلومات بتاعه المشروع. عندي حاجه 3 دي اللي هي بنيت حاجه 3 دي. طيب لو انا بنيت حاجه 3 دي في الماكس او في الكاد او في السكتش اب عندك شكل حلو، بس لو عملت سيلكت على عنصر مش هيديك نوع معلومات، هيقول لك دي ماسنج دي كتله، فما يقدرش يعمل لي كلاشات، ما يقدرش يجيب الحصر. طيب في الفور دي بيقدر يدخل بعد الزمن، فعشان تقدر تعرف الحاجه دي هتحتاجها امتى. اداره المشاريع في حاجه اسمها ان انا هجيب الحاجه امتى، البروكيورمنت سبلاي تشين، فمن خلال الفور دي ابقى عارف ان الحاجه دي هحتاجها في شهر 3، في حاجه في شهر 4، فابعت قبليها بفتره اقول لهم ان الحاجه دي انا عايزها في اليوم الفلاني، فبدل ما تيجي قبليها بفتره طويله وبعد كده تلاقي في عندك مشكله هتخزنها فين، او تيجي بعديها والناس مركونه، لا انا اقدر ادير الموضوع. وفي البي ام بي الاصدار السادس قال لك البروكيورمنت مهم جدا ان هو يستخدم البيم عشان يبقى عارف الحاجه هيعوزها امتى. طيب الفايف دي اللي هي تقدير التكلفه، ان انا ابقى عارف تكلفه المشروع ده من قبل ما ابدا. طيب الـ 6 دي اللي هي السستينابيلتي، اللي هي ان انا اعمل مبنى صديق للبيئه، اعمل حاجه الناس اللي موجوده فيها تكون مستريحه، تكون تكلفته اقل، بيوفر في الكهرباء، بيوفر في الميه. طيب الـ 7 دي ان انا اعمل فاسيلتي مانجمنت، اعمل اداره لمرافق المبنى، بعد ما المبنى اشتغل والناس كتيره تيجي فيه وتسكن فيه اقدر اعمل له صيانه واقدر اديره، بحيث ان الفتره اللي هيعيشها بدل ما يعيش 5 سنين يعيش 20 يعيش 30 وهكذا. طيب البيم هتلاقي ان هو ارتبط بحاجات كتير جدا، الاربن اند سيتي موديلنج موجود فيها، الفاير انجينيرنج نقدر نوزع ونتاكد ان احنا شغلنا مطابق للكود ال NFPA او مطابق للكود المصري او اي كود انت شغال عليه، نقدر نشوف السايت بلاننج ونقدر نخطط، نقدر نعمل سيفتي، يعني ممكن نعمل شخص كده يبدا يمشي في قلب الموقع واول ما يخبط في حاجه او يلاقي في مشكله مثلا هيقع في حاجه ينبهنا ان المكان ده المفروض يتحط فيه سور. مرتبط بجي اي اس، يعني عندي مدينه او عندي منطقه اقدر احط فيها معلومات بتاعه البيم، فهو قدر يربط بين حاجات كتير. فاحنا زي ما احنا شايفين ان هو اقوى واسرع وبيوفر في التكلفه، يعني بيوفر في التكلفه ويوفر لي في الوقت ويديني جوده اعلى. العادي ان انا لو هوفر في التكلفه فانا محتاج ان انا ادفع فلوس اكتر، لو انا عايز اوفر فلوس يبقى كده الجوده هتبقى قليله او الوقت هياخد اكتر، فلازم تضحي بحاجه. لا احنا دلوقتي مش بنضحي بحاجه خالص، اعلى تكلفه واقل وقت واقل في التكلفه، اقل في التكلفه واقل في الوقت واعلى في الجوده، والمخاطر بتقل، بيبقى عندي معلومات اكتر. فاحنا عندنا عناصر اساسيه لازم نكون مهتمين بيها، لان احنا محتاجين رايت انفورميشن، معلومات كويسه في شكل كويس من شخص موثوق فيه في الوقت المناسب، ما ينفعش تجي المعلومه متاخره او تيجي من شخص غير موثوق فيه. فلازم ان احنا نعمل البيم، والبيم مفيش مجرد انت بتحط في سوفت وير، مفيش برنامج اسمه بيم، بس في فكره البيم ان انا اقدر اعمل سيكت اي حاجه يديني معلومات، ان انا في ثانيه يطلع لي الكلاشات، في ثانيه يجيب لي الجدولات. فلو الموضوع ده اتطبق يبقى ده برنامج بيم. طيب لو احنا جينا نبص على عناصر اداره المشروع هنلاقي ان احنا عندنا عناصر كتيره جدا والبيم بيدخل فيهم كلهم، يعني عندي بروجكت سكوب مانجمنت، بروجكت سكوب كوست، تكلفه اللي هقولها البيم بيشتغل فيها،
بروجكت سكادول. حتى البي ام بي بيأسس نفسه ل 47 بروسيس او 47 مهمه، كلهم بتلاقي البي ام بيشتغل فيهم بشكل او باخر. حتى مثلا الستيك هولدر، تعال ندور على ابعد حاجه ممكن واحد يفكر فيها الستيك هولدر. طب ما الستيك هولدر ده مثلا العميل او جهه معينه مثلا، لما تبقى مطلعه على البيم في نفس الوقت وابديتد وكده، يبقى عندها رؤيه حلوه للمشروع، ولو عندها اي اقتراحات تقولها في الاول. فحتى الستيك هولدر مانجمنت موجود في البيم، وفي حد كان صديق عزيز يعني شغال في نقطه الرساله بتاعته كلها ازاي الستيك هولدر مانجمنت من خلال البيم، العقد برضو ازاي ندير العقد من خلال البيم. فتقريبا كل اداره المشاريع نقدر نستخدم فيها البيم بشكل موصوف فيه. فلما تيجي تبص كده على العناصر الاساسيه للبي ام بي بوك، هتلاقي مثلا ان هو بيتكلم في السكوب، عندنا الاليمنت هو ده اللي هيخلينا نتحكم في السكوب. التايم عندنا الفور دي، تقدر تشوف الحاجه وهي بتتبني واحده واحده، وتشوف ما فيش حاجه ويبدا يظهر الحاجات الاساسيات الفاونديشن، وبعد كده يبدا يظهر فلور، وبعد كده يظهر الحوايط، ودور دور يظهر قدامك، فتبقى متخيل الحاجه تظهر ازاي، عكس لما تشوفها في البرمجيره ممكن ما تتخيلش كويس. التكلفه دي من اهم الحاجات في اداره المشروع. تخيل انت قالوا لك دير مشروع وكان المفروض ان انت تعمله بمليون، وعملته ونفذته في الوقت بس عملته ب 3 مليون، اكيد الناس مش مبسوطه. فالبيم بيديك قدره على السيطره على التكلفه، وتبدا شايف التكلفه في كل فتره، وتبقى عارف هل تقدر توفر التكلفه دي ولا لا. الكواليتي والكلاش سيكشن، لو انت عامل كلاش سيكشن كويس فاكيد الكواليتي تبقى كويسه، ومش تحتاج ان انت تعيد الشغل. تخيل انت بعد ما عملت شغل وفوجئت مثلا ان في ضغط تكييف هيعدي، فاضطر تكسر في الكاميرات وتكسر في حاجات اتعملت وتهدم، وبدل ما كانت حاجه مثلا هتاخد شهر، لا هتوقف الشغل وتكسر اللي فات وتعمل شهرين ثلاثه لحد ما تعدل في الشغل. البروكيورمنت برضو معانا في البيم، الانتجريشن اللي هو تبادل المعلومات وتحمل المسؤوليه. طبعا في اسهل حاجه او اقوى حاجه ان انا ادير البيم بيها اللي هي اي بي دي، اللي هي انتجريتد بروجكت ديليفري، ان كلنا مسؤولين عن اداره المشروع من اول يوم لاخر يوم. حتى الراجل بتاع فاسيلتي مانجمنت بيبقى موجود معانا في اول اجتماع، الراجل بتاع سستينابيلتي موجود معانا في اول اجتماع، بحيث لو عنده اي قرار بيبدا يحطه، احنا عندنا موديل واحد فيه كل الانفورميشن، فلو عملت دخلت جوه الموديل اقدر اخد اي معلومه مباشره. ولو حبيت ان انت تعمل تعديل بيبقى اسهل كتير جدا في موضوع البيم، لو انت حبيت تقدر التكلفه برضو موضوع البيم. فهتلاقي كل اداره المشاريع من خلال البيم. من ضمن الاسرار في الموضوع دوت اللي هو حكايه ان انا بدير المشروع من خلال حاجه اسمها دبليو بي اس او ورك بريك داون ستراكشر، ان انا بقسم المشروع لقطع صغيره عشان اقدر اديره بشكل قوي. فلو انت جيت تبص كده على الكاد وتمسك خطين وتديله رقم معين، مش هتقدر تديله تنظيم معين او تحط تحت اكتيفيتي او سب اريا معينه، مش تقدر. انما في البيم تقدر تعمل دوت، لان هو عنده حاجه اسمها بارامتر، فكل عنصر تقدر تعمل عليه سيلكت وتحط له المعلومه ديت في قلب البارامتر بتاعه. انما حتى في البلوك او السمارت بلوك او ديناميك بلوك ما فيهوش ان انت تحط البارامتر او تحط كل المعلومات اللي انت عايزها. طيب فلازم مثلا من ضمن الحاجات اللي هتفيدني جدا في ان انا ادير المشروع، ابقى عارف الملك هو عايز ايه. ما ممكن يكون الملك مثلا يقول لك انا مش عايز حاجه خالص غير ان انا اعرف المشروع هيكلف كام بس، او ان انا عايز اعمل له فابريكيشن كويس او اعمل له انرجي اناليسيس كويس. فلازم تقعد معاه وتعرف هو عايز ايه بالظبط، ايه المهم بالنسبه له. ممكن يكون اهم حاجه بالنسبه له الوقت، مش مهم التكلفه، خد الفلوس زي ما انت عايز. او لا ده هو كل اللي معايا اللي ورثه من ابويا مليون، حتى لو تقعد 4 5 سنين مش مشكله، المهم ان انت تلتزم بالفلوس اللي موجوده دي. فلازم تبقى عارف هو بيفكر في ايه، او هو الميزانيه بتاعته ايه، او هو عنده استعداد يعمل ايه. تمام. طيب عشان برضو نكون متفقين، فبنعمل حاجه اسمها EIR Employer Information Requirement، بنقعد مع المالك ونبدا نكتب هو عايز ايه. يقول لك مثلا انا عايز ادرب الناس بتوع البن بحيث يبقوا فاهمين، دي هتبقى من ضمن حاجات في العقد. مثلا انا عايز ال 24 ساعه اقدر اشوف اخر حاجه في الموديل، هنرفع الموديل على اي منصه اونلاين زي زيبردر، زي بنت 62، زي بنت تراك، في حاجات كتير جدا، وكان في عقود فعلا مشترطه كده. طيب بعد كده نعمل بيم اكشن بلان، في العقد بنحط كل التفاصيل اللي احنا عايزين نحطها، الاتفاقيات مثلا مين المسؤول عن المعماري، مين المسؤول عن الشيء، التليفون بتاعه والايميلات عشان نقدر نتواصل، هذا نعمل كوردينيشن كل قد ايه، طبعا هتبادل ملفات كل قد ايه، وهكذا، بحيث ان المشروع يكون فيه سيطره عليه ويكون فيه اداره للمعلومات.
وزي ما انت شايف لو انت بصيت على حاجه في الكاد مثلا ده 2D بس هتعرف منه ايه طول وعرض، انما هنا تقدر تعرف مثلا CO2 بتاعه وتعرف اليو فاليو وتعرف الخصائص بتاعته الكوست البارامتر الموقع بتاعه البي دي اف بتاعه كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتقدر تاخدها من خلال البيم. مجرد ان انت عملت سيلكت تقدر تاخد كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تاخد قرار. مش لازم تكون انت البروجكت مانجر، ممكن تكون مهندس ميكانيكا معماري انشائي بس عايز تاخد قرار معين، تشتري من ده تاخد دوت، هتضطر تزيح ديت، هل الشباك ده كويس ولا نجيب نوع تاني من الازاز. كل الحاجات دي تقدر من خلال تكنولوجيا البيم اللي انت تسيطر عليها. فهي اعتبرها لعبه، اعتبر البيم ده متعه. لما كنا بنشتغل بكاد كنا بنبقى زهقانين، لما بنشتغل بالبيم بنبقى مستمتعين جدا بالشغل، بيبقى شغل براماتيك، بتبدا تحط كل الحاجات كده كانك بتحط ليجو. عندنا كذا لعبه ليجو هنا تمام قدام حتى لعبتنا اهمت، فبتبدا ترتب الحاجات انا ومعاذ بنلعب بيها، فبنبدا نرتب الحاجات وكل حاجه بيبقى فيها المعلومات تمام. وزاد ان انت تقدر تاخد سكشن 3D، يعني هي في الكمبيوتر بيبقى احسن بكتير جدا من موضوع ان انت تعمل المكعبات، بتبقى فيها متعه اجمل بكتير، وبتبدا ترتب ولو في حاجه ناقصه في مشكله تمام. على سبيل المثال مثلا حطيت مكنه وما وصلتش كهرباء، هو اوتوماتيك بينبهني ان في كهرباء مش متوصله، ان في صرف مش متوصل، في ميه مش متوصله. فزي ما انت شايف كل حاجه بقى فيها المعلومات كلها اللي موجوده في العنصر ده تمام. فانا عندي حاجات كتير جدا اهوت بنبدا ان نربطهم مع بعض، الفساد ديزاين، السبلاي تشين، ال 4D والريال تايم فاليو انجينيرنج، ديجيتال فابريكيشن، كل ده موجود مع بعض ومرتبط مع بعض في موديل واحد. المعماري والانشائي والكهروميكانيكا كانه جسم انسان، والعظم ده هو الاستراكشر، الجلد ده هو الفساد او الاركتكتشر مثلا، الميه هي مثلا او البلامنج هو الدم مثلا، التنفس، التنفس ده مثلا هو التكييف، كله مع بعض. ما ينفعش تلاقي ده جزء وده جزء، ده في مكان وده في مكان. تلاقي حد جاي لك مثلا بلوحه الدور الاول فيها تكييف بتاع الدور الثاني لان هو مش منسق او عدل في المعماري ونسي عدل في الانشائي، انما في البيم بتتنبه بسرعه اي تعديل بيحصل في كله. في الاجتماعات او في المراسلات بتلاقي واحد بعت ايميل للناس كلها، وواحد تاني يقول لا الايميل ده انت بعته ليه، ده مش تخصصي ماليش فيه، واحد تاني يقول في معلومه ناقصه، طب انهي واحده فيهم اللوحه الاهم. انما لا في البيم هو موديل واحد بيتعمل له ابديتد، بنبدا ناخد كلنا المعلومات منه، الار اف اي بيقل في الشغل بتاعنا، المشاكل بتقل وهكذا. فعلى طول لما يكون في الديزاينر بيبعت لي البيم كوردينيشن بيقول له عايزين نعمل ابديتد للحاجه، فهو بيبدا يشوف الموديل ويبدا يشوف المشاكل وبيعرف مين اللي المفروض يعمل التعديل ويبعت لي يقول له اعمل لي التعديل في الموقع. وكذلك في الموقع والاوفيس، فبيبقى في اي مشكله يروح باعت له على طول، والموديل موجود يعني هو ممكن يبص على الموديل ويبدا يعرف المعلومه من غير ما يكلم الراجل. لو في لقى في مشكله او في غلط بيبدا يبعت له رساله وبيبقى الموضوع اسهل كتير لو احنا شغالين بالاسلوب العادي. فزي ما انت شايف احنا بنقلل الاخطاء، بيبقى عندنا تنبؤ بالتكلفه، فهم اكتر للمشروع. لما تكون حاجه 3D وفيها معلومات تقدر تفهمها، انما لو هي معموله 2D ممكن المشروع يخلص والانشائي مش عارف المعمار عايز ايه ولا الكهروميكانيكا اللي فاهم هم عايزين ايه، كل واحد بيتكلم في جزء خاص بيه. طيب تعالى بقى نشوف الطريقه التقليديه للبلانج اند سكادول بالشكل دوت والطريقه الحديثه بالبيم. فانت شايف ايه الحاجات اللي تمت وايه الحاجات اللي اتاخرت، وكل واحده لها لون و3D وتقدر تلف فيها، فانت تفضل انهي واحد وش دو بريفير. طيب لما تيجي تبص هنا ده البيس لاين والاكشوال، بتقارن بين الحاجه اللي المفروض تتعمل والاكشوال بالشكل دوت ولا بالشكل دوت. انت هنا شايف اللون دول، طب اللون دول بتوع ايه؟ ده دول بتوع الميكانيكال. هنا بقى بتشوف الحاجه فعلا حقيقي وبتقدر تشوف الالوان للحاجه اللي اتنفذت والحاجه المفروض كانت تتنفذ. دي مثلا طريقه حلوه قوي عشان تنظم الشغل بتاعك، ايه الاسبوع الاول الاسبوع الثاني، وتشيل الورقه دي تحطها هنا، والوان جميله جدا. بينما هنا الموضوع بيبقى اوضح وواضح ترتيب المشروع في الـ4D، وكذلك برضو البروجرس ميتنج بالشكل دوت. والبروجرس ميتنج انت قاعد معاهم، وحتى لو بتتكلم في سيفتي فانت بتوريهم فيلم 3D 4D بيبداوا يشوفوا ويفهموا كل حاجه في المشروع. هنا مثلا تراديشنال كليم اناليسيس في
مطالبات بتعديلات وكده، فبيبقى فيه لا احنا عملنا لا ما عملناش. انما هنا بيبقى الموضوع اوضح، بتبقى شايف الحاجه اللي نفذت والحاجه اللي كانت المفروض تنفذ، فبيبقى الموضوع اقل في المشاكل. ده الدوكيومنتيشن، وده شكل الدوكيومنتيشن في البيم. فبتبقى الحاجه موجوده بشكل منظم، وبيبقى الحاجه موجوده في الفور دي، وتشوفها كانك شايف فيديو، فبيبقى الموضوع اسهل بكتير. طيب لو جينا نقول اهم حاجه في موضوع البيم دوت، او ليه البيم فعلا مفيد جدا، ان البيم بيبقى عندي اغلب الشغل في مرحله الديزاين، مش في مرحله الدوكيومنتيشن، مش في مرحله الكوردينيشن. المشاكل كلها والحاجات كلها بتتم في الاوفيس في التصميم. فلما بنزل الشغل لقلب السايت ما بيحصلش مشاكل، ما بيحصلش ان هو يشتري حاجه ويرجع يقول لا ده مش هي دي اللي هتنفع، ده انا عايز حاجه ثانيه، ده انا مش هي دي الماتيريال المناسبه ليه. فالمشاكل كلها بتظهر في اول شغل. فلو انا حليت المشاكل في الاول فقدرتي على حل المشاكل اكتر، تكلفه التعديل اقل. وفي حاجه مهمه في اتخاذ القرار اللي هي دي سي اس، ديسيجن سبورت سيستم، يبقى عندي نظام اتخاذ القرار. طب النظام ده هيبقى من خلال ايه؟ من خلال المعلومات، من خلال البيم، من خلال ان انا لما بوز اي معلومه اقدر اشوفها مجسمه قدامي وما اقعدش اخمن تخمينات، وممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط. تمام. طيب السيستم ده بقى معمول ازاي دلوقتي؟ بقى اصبح حاجات متبرمجه جاهزه، ان انا ببقى ادخل المعلومات، اي حاجات عندي، الفلور بلان، السكشن، وهكذا، الثري دي ليزر سكان، كل المعلومات دي بتدخل جوه البيم. لو انا عندي بوينت كلاود برضو بدخلها، كل الحاجات دي بدخلها. وبعد كده البرنامج يقدر يقول لي ده انسب حاجه كذا، مثلا انسب حاجه درجه حراره كذا. ففي برامج متخصصه تقدر تقول لي افضل قرار اخده في الموضوع ده هيبقى ايه، الديسيشن ميكنج. بس محتاج ان انا ادخل له كل المعلومات المتوفره عندي، وكل ما تيجي معلومه جديده ابدا ادخلها. فانا عندي الداتا سيت، بيبدا عندي الذكاء الصناعي يعمل لها اناليسيز، ويبدا يساعدني في اتخاذ القرار، بيبدا يديني اكتر من اختيار ويقول لي الانسب ليا ايه. فبيبقى انا عندي حاجه معينه، بيبقى في مشكله معينه، هدف معين، بيبدا يقول لي مثلا من ناحيه التكنيكال هيبقى كذا، من ناحيه الايكونوميك يبقى كذا. على سبيل المثال مثلا اللو كربون بيلدينج، لو انا عايز اشوف الكربون عايز اقلله، فممكن يقول لي مثلا طب انت ممكن تغير نوع الاساس، ممكن تغير العزل، ممكن تغير كذا. فبيبدا يديني الاختيارات ويبدا يقسم لي ويقول لي الاختيار ده مثلا هيكلفك قد كده وهيوفر لك قد كذا. فانت تاخد القرار الانسب ليك من خلال معلومات وليس من خلال التخمين. فكله من خلال المعلومات بنبدا نصدرها لبرامج معينه. اغلب البرامج دي بتاخد جي بي اكس ميل، الموديل بصدره جي بي اكس ميل، وبعد كده بدخله برامج متخصصه تقدر تعمل مقارنه وتشوف الافضل ليا هيكون ايه. على سبيل المثال ممكن يكون مثلا الذكاء الصناعي في الجوريزم معينه، بديله المكان يبدا يشوف التوزيع ويبدا يشوف انسب حاجه يوصل بين الاماكن، وممكن الطرق مثلا هيوصلها ازاي وهكذا. وحتى في المباني ممكن اديله منطقه معينه واقول له ابدا قسمها لي، كل ده بالذكاء الصناعي. انا ببرمج على بعض الحاجات، وبعد كده بشوف كل تصميم انا بعمله بيطور نفسه، كل ما بعمل تصميم هو بيفهم مني انا عايز ايه، واللي يسهل عليا بعد كده. كان مثلا بركب عربيه برمجته زي سوق، بس إيه لما انا بركب بسوق شويه هو بيبدا يلقط مني ده انا بسوق مثلا بين الحارتين. طبعا لو انا بسوق غلط هيتعلم مني غلط، فلازم اكون واخد بالي وانا بعلمه. تمام. هنا مثلا مكان بيبدا يشوف الغرفه، طب هيبدا يوصل بينهم ازاي، طب البوابه هتبقى عامله ازاي. وفي ريفت 2020-2021 بدات تنزل فيه بعض الحاجات اللي زي كده وشرحناها في بيم قريب. ايوه البرامتك ديزاين بيبدا يحط بعض الحاجات يوصلها ببعض، ويبدا يطلع له اشكال كتيره وهو يشوف افضل شكل ممكن مناسب ليه. بيبدا يعمل مقارنات كتيره ويبدا يشوف انسب حاجه، حاجات لو انت تعملها منه هتاخد منك كتير قوي. ده مثلا حاجه هي معموله بالجراس هوبر، بيبدا يحرك شويه. طبعا في برامج بعد كده او في ادنس تقدر تسطبها بحيث ان هو يشوف لك انسب حاجه من دول ايه، يعني انت مش تعملها عشوائي وتشوف الشكل، لا هو يبدا يقارن ويبدا يشوف لك انسب حاجه ليك، يبقى 7 ادوار او 5 ادوار او 10 ادوار. ماشي. طب دي مثلا مثال، ده مشروع حقيقي في الكويت كان عامله نورمان فوستر، هو عمل واحد بس وراح مدخله على البرامج المتخصصه، وبداوا البرامج المتخصصه دي تعمل له نماذج مختلفه باشكال مختلفه. وبعد كده لما الناس راحت هو طبعهم كلهم طبع ثلاثيه الابعاد، وهم بداوا يختاروا الشكل الانسب او اللي هم شايفينه افضل من وجهه نظرهم، وده المبنى في الحقيقه. فزي ما انت شايف موضوع اداره المشاريع
قوي جدا، بالذات من خلال ان انت تستخدم اداه قويه زي البيم. بدل ما يبقى فيه تخمينات كتير وفيه جهل كتير في المعلومات، لا، هيوفر لك المعلومات. جزاكم الله خيرا، ولو في اي اسئله بعثوها لي، وان شاء الله نتواصل مع بعض اكثر باذن الله. سعيد بالتواصل معاكم، والف شكر.